ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبن، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. جهاز كشف الكذب. العصا المرتعدة. جاء لن ينظر. لن أنظف المكان. واو، ما هذا الشيء؟ واو يا رفاق، هذا المكان مدهش، يذكرني بغرفتي. فوضى فوضى، المزيد من الفوضى. هذا المكان غير صحي على الإطلاق، لا يصلح للسكن. نعم، واو، فقط واو. باركا، جائع، انظرا ماذا فعلتما، يجب أن تخجلا. أوبل، لا أصدق، قولي الحقيقة. فوضى أوبل. عصا أوبل المرتدة تحطم الأشياء، طلبت منها أن تتوقف عن هذا. أوبل لا تسمع ما تقولني. أيا كان ما حدث هنا فهو غير مقبول، لن تعيش في البرية وإذا أثرتم الفوضى في العشاش هكذا. يحتاج المزيد من الجبن. أسلوب نجاة رائع. من المستحيل أن يعيشوا في بيئة عدائية وهم يتصرفون هكذا. لا أعرف، يبدو هذا المكان عدائيا وهم بخير فيه. يبدأ برنامج النجاة الجديد الآن. قولوا ورائي، يجب أن نتحمل مسؤولية الكهف وأنفسنا وبعضنا البعض. يجب أن نتحمل مسؤولية كهفنا، أوراق الشجر والبيزا. سيفي بالغرض، الآن سنكتب قائمة بالمهام كي نعرف من سيتولى ماذا. فريد، إذن من سيتولى غسيل الأطباق؟ مهمة باركا. ماذا عن التقاط الأشياء من الأرض؟ باركا. التخلص من القمامة. باركا. تنظيف بالمكنسة. باركا. تنظيف الغبار. أنا سأتولى التنظيف. لا أصدق، ليست كل المهام لباركا. هيا يا رفاق، من سيتولى غسيل الأطباق؟ حسناً، أحسنت يا جائع. لا، جائع سيذهب إلى الحمام. حسناً، من الرائع أن يقوم كل منا بدوره. جيد، إذن ستنظفون المكان وسنعود بعد الدراسة. اليوم سندرس وظائف العقل، وهل هناك وسيلة أفضل من استعراض التشانغ؟ انظروا، أحدث اختراعاتي وأعظمها جهاز المبتكر لكشف الكذب. يمكنني قراءة موجات عقل الشخص بواسطته، ثم ترسل الموجات إلى هذا الميزان حيث يمكنني معرفة وزن موجة الحقيقة. بعد ذلك تتبقى مسألة مقارنته بوزن موجة الكذب، وهي بالطبع أثقل وزناً بسبب الشعور بالذنب. الآن حان وقت العرض المدهش. تشانغ، سنبدأ بك في حال ما تسبب في تلف في الدماغ. بداية نحتاج موجة حقيقية. تشانغ، ما هو اسمك؟ قلته الآن. بغرض المقارنة تكلم، قل اسمك. لا أريد ذلك. لكنه اسمك. لو هذا رأيك. حسنا، إذا كنت تريد فعل ذلك لدي أساليب لتتكلم. ماذا أكلت على الغداء؟ لا أستطيع أن أخبرك لأنني لا أتذكر. انتظر. نعم، أعني لا. ماذا كان السؤال؟ ما هذا؟ تشانغ، لقد دمرته. طلاب، سنعاود الدرس غدا. انصراف. اظهر عليك الأمان. إنه في مكان ما. لم تنظفوا أي شيء، يجب أن نتحدث في هذا الأمر. أي أمر؟ الأمر واضح تماماً. اختفت. أين عصا أوبل المرتدة؟ ماذا فعلتما بها؟ ولكن جائع لم يلمسه أبداً. باركا، أين وضعتها؟ آسف يا أوبل، عادة لا أقول مثل هذه الأشياء، لكنني سئمت الحركة في هذا المكان. لا أصدق هذا. توقفي يا أوبل، سنساعدك في البحث، لكن توقفي عن التدمير. أنتما سرقتما عصا أوبل المرتدة. عليك أن تهدئي يا أوبل، تعرفين أنهما لم يأخذاه، يجدر بك الاعتذار لهما. أبداً، العصا المرتدة جميلة، لا يمتلكان مثلها، يشعران بالغيرة. جائع وباركا لا يقولان الحقيقة، إنهما كاذبان. فلتهدأوا جميعاً. فريد،
فلنستعر جهاز المبتكر لكشف الكذب. الاستعارة هي مهاراتي، سأعود على الفور. هل قمت يا بركة صاحب العصارة بأخذ عصا أوبل المرتدة؟ لا. هل قمت يا جائع صاحب الصوف الكريه بأخذ عصا أوبل المرتدة؟ جائع لم يأخذها. هل قمت يا أوبل جوبل البرتقالية بأخذ العصا المرتدة؟ أوه واو، هذا الشيء يعمل بالفعل. انظر، هي أيضا تقول الحقيقة، كلهم في الواقع. لقد أخذها. لا يا أوبل، العلوم لا تكذب، لقد قال الحقيقة مثلك. أنا لا أصدق العلوم، أخذها. كفح الكيل، لم تتركي لنا اختيارا يا أوبل. أنا وجائع سنعبر عن مشاعرنا بأغنية. لقد جرحت مشاعرنا. دورك. تماما. سأعيد الجهاز إلى المختبر قبل أن يكتشف المبتكر اختفاءه. يجب أن أقوم بتعديل طفيف. بالقوة! لقد لمسه ساكن جرار، لكن كيف؟ وحدهم الطلاب يعرفون اختراعي العبقري. بالطبع، لماذا لم أفكر في الأمر من قبل؟ إذا ركبت جهاز كشف الكذب في متعاقب الجرار، سأجربه على الطلاب وأكتشف إذا كانوا يعرفون شيئا عن سكان الجرار. لكن لا يمكنك سؤال الجميع، لا تريد أن يعرف أحد عن سكان الجرار قبل أن تجدهم. نسيت أنني عبقري؟ رأيت كيف يركز جهاز كشف الكذب الجديد على نبضات العقل الكهرومغناطيسية وأسيطر على عقل الشخص. هذا يجعلني أسيطر عليه تماماً. سيجيب الشخص الآن على أي سؤال أسأله. هل لديك حيوان أليف غريب؟ أرأيت أي حيوان غريب؟ أو تعرف أحداً لديه حيوان غريب في المدرسة؟ هذا خطر، لا يبحث عن حيوانات بل يبحث عن سكان الجرار. شكراً على المعلومة، ماذا سنفعل الآن؟ تماماً. لا أصدق هذا. تماماً. ماذا وخذ جائع؟ أوبل تبحث عن هذا؟ أوبسيز، العصا مرتدة في الرمل بعد أن رميتها آخر مرة. والآن ماذا تقولين؟ لا أصدق هذا أوبل، إنها حقا. آسفة أوبل، أثارت فوضى كبيرة، إنها آسفة حقاً. جائع يسامح. لا عليك يا أوبل. الآن أول شيء ننظف منزلنا الجميل، ثاني شيء نستخدم المخرج السري ونلعب رمي العصا المرتدة. إنها فكرة رائعة. علك تعلمت الدرس الهام، لا نوم في صف الحساب. التالي. يجب أن نذهب من هنا. يمكنكم الجري لكن لن تختبئوا. رجاء ليته يكون سرابا. لكن كيف خرجوا من الكهف؟ أعرف أنني أوصدت المصعد. أجيبي على سؤالي، هل لديك حيوان غريب؟ أو لدى أحد أصدقائك؟ أرأيت شيئا غريبا في المدرسة؟ أوبل، يجب أن نساعدهم. يجب أن نتحمل مسؤولية الكهف وأنفسنا وبعضنا البعض. أوبل ستفعل ما يجب عليها فعله. سعيدة بعودتك. واو، لا أصدق هذا. لماذا لم تعثر عليهم بعد؟ إنهم أذكياء، وتقول إنهم أذكى منك. رجاء توقف، لا مزيد من الأسئلة. أنا فاشل، لست فاشلا. أنا تشانغ، أنا تشانغ.
نظيف جدا. يبدو أنكم تعلمتم درس النجاة هذه المرة. يجب أن نتحمل مسؤولية الكهف وأنفسنا وبعضنا البعض. من يريد تناول وجبة؟ تصورت أنكم تعلمتم الدرس. أعتقد أنه وقت الحقيقة كاملة ولا شيء غير الحقيقة. هو على الأقل نظفنا الغبار.